اللي وعمره ما يتعب. الست غالية احنا ما ننساش، ده مهندسة وعندها احساس على قناة القاهرة والناس، على قناة القاهرة والناس، بطلبها وبترد عليا حلاوة الأكلة الشعبية. رأيتك رأوتين، رأوة الحسن والحسين، يا صلاة النبي اكفينا يا رب شر العين. شوفش يا حبايب غالية، شوفش يا حبايب غالية، تسلم لي يا حاج محمد، فكرتنا كلنا بالأيام الحلوة. أو النبي أيامك كلها سعيدة وفرحة حلوة إن شاء الله. تسلم وتعيش. أنت دلوقتي غنيت لنا كده يا حلاوة الأكلة الشعبية، الأغنية الجميلة بتاعتك جميلة دي. خش لنا بقى كده على أغنية حلوة لرمضان، فكرنا كده برمضان وزهوته. على عناية، على كل سنة طيبة وانت طيب والعالم العربي كله بخير. يا رب بخير، يا رب يعود على الجميع بخير، يا رب يعودها علينا كلنا سنة سعيدة وفيها استقرار وحلوة كده على الأمة العربية كلها. اللهم أمين. وعلى الشرق الأوسط كله. يلا جلجل وسمعني أغنية رمضان. حرام صابوا، اللهم صل على النبي، ما يسمعوش الرضي والودنهم صاموا، في ناس يحبوا الحلال وعن الحرام صاموا. صل على صلاة النبي، الله أكبر. ما يسمعوش الرضي والودنهم صاموا. صلوا على رسول الله. واتنين وخميس لرب، اتنين وخميس لرب، العالمين صاموا على النبي صلي. العالمين صاموا صلاة النبي، أصحاب عقول نيرة وقلوب مليها إيمان، ومعودين نفسهم على الصبر والإيمان، ويقولوا يا رب عديها على الإيمان، وإذا جه رمضان تلاقيهم أوام صاموا. يا يا رمضان يا شهر الهنا، هنصوم ونصلي لربنا. رمضان يا شهر الهنا، رمضان يا شهر الهنا، رمضان يا شهر الهنا، رمضان يا شهر الهنا، صمنا جميعا كلنا. الله عليك يا عم محمد، ان شاء الله تسلم وتعيش وتيجي وتفرحنا كل سنه. يا رب يا رب يا رب يا حاجه غاليه، يا رب يا وحشاني وحشه العالم العربي كله يا حاجه غاليه. الناس كلها وحشاني والناس كلها بحبها. قول لي بقى انت النهارده احلى اكله تحبها اعملها لك ايه النهارده؟ انا نفسي اكل كوارع. كوارع؟ طب انا كنت نادره نادري يا عم محمد، قلت لو ربنا ان شاء الله رجعني بالسلامه لحبايبي في الدول العربيه واللي في مصر واللي في كل حته، كنت نادره نادره اعمل طاجن فته. طب وحياه ربنا عامل اهو، انا من ساعه ما جيت وانا بقول لكم عايز اكل ايه؟ فته. وعلى راي المثل قلل من ندر ووفي. اول من ماشي صح. فانا النهارده عشان الندر بتاعي لرجوعي لحبايبي هعمل طاجن فته حلو كده واكلك منه. طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انت اي حاجه بتقدميها من ايديكي بتمري عليا وبتغذيني. ربنا يخليك. وعشان بقى اكلك فته النهارده وتاكل وتملى بطنك ان شاء الله، تعمل لي بقى تقول لي بقى اغنيه كده لحبايب العرب، وحشوني يا عم محمد. على عيني. اغنيه بقى كده لحبايب العرب. يا عرب يا حلوين. ايوه صلاه النبي احسن. كرمكم بان في عينينا. الله اكبر. حبايبي في السعوديه والامارات والكويت ودبي وام حميد وكل حبايب غاليه. يا عرب يا حلوين. وخالده من الكويت كمان. كرمكم بان في عينينا. والشيخ عبد الله من السعوديه. يا عرب يا حلوين، كرمكم بان في عينينا.
الحنان والجمال والحب في عنينا، واللي علينا يتصل حنشيله في عنينا، في عنينا في عينين غالية يتشال. اللي علينا 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 يتصل هنحطه في عنينا. ما هو احنا العرب والعرب عارفين طريق مصر، احنا العرب والعرب عارفين طريق النصر، واللي معه ربنا دايما خليفه النصر. واحنا انتصرنا بارادتنا وحزن النصر، ويا رب تيجوا مصر واحنا نشيلكوا في عينينا. انا بشكرك قوي 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 قوي، ربنا يخليك. وانت النهارده نورتني انت والفرقه بتاعتك، والنهارده ان شاء الله كده نهاركم فل ان شاء الله، نارك زي العسل، ويا رب يصلح ما بين ايديك، يا رب يصلح ما بين ايدينا كلنا. يا رب انا بشكرك قوي قوي قوي. كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه وحضرتك طيبه، انت وكل العالم كله ربنا بخير ويعود على خير جميعا. شرفتنا. استنونا بعد الفاصل، والف مبروك يا حاج غالي. الله يخليك. استنونا بعد الفاصل هنرجع نعمل الاكله اللي انا ندرتها لكل حبايبي لما هرجع لهم، وهقول لهم انا اتاخرت عنهم ليه وايه اللي اخرني، بس يا رب تسامحوني. تعالوا لي بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل لكل حبايبنا، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعودها علينا ايام كلها سعاده. وبقول لكل حبايبي في مصر وفي الدول العربيه اهلا بيكم تاني في برنامج غاليه، وغاليه رجعت لكل حبايبها. وزي ما قلت لكم معلش انا كان عندي عذر كده، بس يا رب تسامحوني عليه، بس لما تعرفوا هتباركوا لي. عاوزه كل الناس تبارك لي. اللي منعني عنكم كان يعني مش الشديد القوي ولا حاجه، ربنا كرمني بعد غيبه طويله قوي. جبت ياسين، فكان بقى في فتر حمل وولاد، واستنيت لما الواد كده زقزق شويه ومسك حيله، وبعد كده قلت ارجع لحبايبي. فانتوا ان شاء الله كده كل اللي ربنا ما ادهاش يديها، وكل اللي عاوزه تتجوز تتجوز، وربنا ويا رب يا رب يا رب من كل قلبي يحقق لكم كل امالكم زي ربنا محقق لي املي واداني ياسين. فده اللي منعني عن كل حبايبي، وده احنا رجعنا تاني عشان خاطر تكلموني واكلمكم. وكل اللي عندها اكله تيجي مطبخ غاليه وتعملها، وكل حبايبي اللي كانوا بيكلموني على الفيسبوك وبيسالوا عليا وعلى الصفحه انا بشكرهم قوي قوي قوي، وبقول لهم على قد ما اقدر كنت برد عليكم، واللي ما ردتش عليه سامحني، بس برضه هرجع وارد عليه تاني عشان محدش يزعل مني. هنيجي بقى للاكله بتاعتنا دلوقتي. انا قلت النهارده اول يوم غاليه هتطلع فيه للناس، وده اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين وبخير. عندي ندر، وزي ما قلت قلل من ندر ووفي. كنت بقول لو ربنا كرمني واشتغلت تاني وشفت كل حبايبي لازم اعمل طبق فته، وده بيبقى ندر، وانا النهارده ندرته لكل حبايبي. فالنهارده هنعمل فته بالخل والثوم. مقدارها سهله خالص، هي عباره عن رز ابيض، هنعمل رز ابيض وحته زبده حلوه كده، وطماطم، والتوابل بتاعتها هي ملح وفلفل وكزبره ناشفه وعيش وثوم بس. احنا دايما بنسمع عن الاكلات تخض كده، ايش يقول لك مش عارفه ايه، وش يقول لك ايه، وش يقول لك ايه، نسمع اسم الاكله نتخض، نقول يا لهوي يا حرتك يا ديرتك، ده انت لا هتعرفي تعمليها ولا تاكليها ولا تندغيها. لكن لما تشوفيها تلاقيها بسيطه وسهله، كل حاجه بتبقى سهله بس الاسم هو اللي يخضك. فاحنا النهارده مع غاليه كل يوم في رمضان هنعمل طبليه، ما فقلناش بقى غالية ملهاش في السفر، هنعمل كل يوم طبلية على الفطار مشكلة من كله، كل الأكل اللي تحبيه هنعمله، ونعمل بقى أكلنا الشعبي الحلو بتاع زمان. أنا عارفة أن كل الستات شاطرة وبتعرف تطبخ، أنا بس جاية أفكرك أقولك هنطبخ إيه مع بعض النهاردة، لكن أنا عارفة أن ست البيت شاطرة ولهلوبة وزي الفل. أنا النهاردة هفكرك وبفكرك تعملي فتة، أكلة حلوة وبتشبع. يلا نعمل الفتة بقى. اول حاجه ممكن تعمل اللحمه بتتسلق، طبعا احنا عشان الوقت انا ولعت على اللحمه من بدري. اللحمه بتسلقيها بتحطي ورق لوري وحبهان وفص مستكه وملح وفلفل وبصلايه كندوره كده كويسه، وتروحي سقطاهم في قلب بعض، اول الميه ما تغلي كده تفرق من بعضيها وبتحطي اللحمه وتسويها زي ما انت عاوزه. في ناس تحب تحط اللحمه مسلوقه فوق الفته، وفي ناس تحب تشوحها بعد كده في حته زبده، بس بقى ايه، انا مش عاوزاكم تتخانوا زي غاليه، خليها تبقى مسلوقه، نبقى نعملها مسلوقه. اللحمه دلوقتي على النار، وهنعمل الرز الابيض. الرز الابيض هتحطي المقدار ومعاه حته الزبده، ولو عاوزه تعمليه بشوربه اللحمه زي الفل،
مش عاوزة تعمليه بشوربة اللحمة وهتوفري شوربة اللحمة لحاجة تانية برضو حلو، لو عملتيه برضو بشوية مية وحتة زبدة وشوية ملح وفلفل هيطلع معاكي زي الفل، هيطلع مانجا كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطي مقدار على النار، دي معانا اللحمة غليت اهي وبقت فلة صلاة النبي وريحتها جميلة اهي. دي المية بتاعت الرز، دايما حطي العقد للرز يكون قليل شوية، وبعد كده زودي على كيفك لما تحسي ان المقدار مظبوط. ليه؟ عشان خاطر ما يطلعش منك معجن. ودايما سيبيه لما الميه بتاعته تفرق وتغلي تروحي حطاله الرز، وسيبي له عقله صباع كده، يعني ما تحطي صباعك، يعني ما تحطيش صباعك في الميه السخنه، انت بقى عينيكي مزان حطي نقصي عقله صباع كده فوق رشه، يعني فوق رش الرز يبقى متغطي عقله صباع واحده، يطلع معاكي مفلفل وزي الفل. لو هتحطي شوربه للحمه بلاش تحطي زبده، لو هتعمليه زي حالتي كده بميه وتاخدي الشوربه تحطيها في التلاجة تستعمليها لحاجه تانية توفر معاكي لتاني يوم زي الفل. هنحط شويه فلفل اسمر صغيرين وتحيقيه بالملح. اول لما يغلي روح سقطين الرز على طول. يا ست ام ايمان. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك وعلى امك محمد يا رب، حبينا على السلامه. ان شاء الله تسلمي. الف الف مبروك على ياسين، ربنا يدعي على قوه عينك ان شاء الله، والف مبروك على رجوع الثاني لينا بالسلامه يا ست غاليه. ربنا يخليكي. والله ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ان شاء الله تسلمي، انا رجعت لحبايبي بقى واعذروني على غيبتي، ما انت قلت لكم اهو ربنا رزقني بياسين. والله فرحتين لك، فرحتين لك خالص، والله كلنا فرحنا لك، الف الف مبروك يتربى في عزك يا رب ان شاء الله. تسلمي وتعيشي. الف مبروك يا ام ياسين، ربنا يخليه لك يا رب. وازيك انت عامله ايه؟ كلنا بخير وسعاده، وبتمنى كل حبايبي يبقوا بخير وسعاده، ويجعلوا عليكم رمضان كده سال اخضر يا رب. علينا وعليك وعلى كل حبايبك يا رب، وعلى اهلك كلهم يا رب، وعلى قصه البرنامج وعلى القناه وعلى امك محمد كلها ان شاء الله، والف مبروك ورجوع فينا بالسلامه يا رب. تسلمي وتعيشي. حسينا والله يا ست ام ياسين، والله وحسينا حبيبتي. تسلمي يا ست الكل، تسلمي وتعيشي. شرفتينا. يا رب بس مطبخي كده يعجبك، يعني انا كده قعدت شويه الفتره اللي قعدتها، جيت بعد كده يا اختي ارجع المطبخ لقيت في كده بعض حاجات باظت شويه، وبعض حاجات كده يعني اتسلط عليا حته فار الله يسامحه، ارقد شويه في المطبخ وارقد لي شويه الخشب، راح ربنا كرمني كده ولميت الدنيا ورحت مرجعه جايبه حته مطبخ حلو كده، رحت لما في الحاجه. امال هعمل ايه؟ يا رب يعجبكم. بس انا هعمل العيش، العيش ممكن ناس بتحبه كده وناس تحبه تنشفه في كده لوحده، انا بحب احمره. الاحسن ان انت تحمريه في حته زبده مع فص ثوم تشوحيه كده لحد لما يشخلل. يشخلل يعني ايه؟ هيقولوا لي تاني يا غاليه هتقولي كلامك اللي ما بنفهموش. يشخلل يعني ينشف جوه حته الزبده وفص الثوم وشويه كزبره ناشفه، يقوم يديكي ريحه حلوه. ولما تحط عليه الشوربه حطيها بايه؟ بالقانون، واحده واحده عشان ما يلتش منك، ويبقى عامل زي ايه؟ زي اكل القطط، يبقى ملطوط في بعضه، عشان كده العيش يبقى مفلفل. انزلي بالشوربه سنه سنه واديله مقداره. العيش لما تحمريه بيبقى زي الفل. استاذ محمد. الله عليك الله عليك. الله عليك الله عليك وعلى الهارمونيكا بتاعتك. تسلم يا حاج محمد، تسلم ويسمك لي صوتك. والله تاني يا قمر، والله واتجمعنا ويحلو السهر. الله عليك. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا حاج محمد وخير وسعادة. وحسن السلامة.
تسلم. واخيرا اتجمعنا تاني، واخيرا هتلم الوصل تاني وتلم الحبايب تاني يا مجمعه الحبايب. ده انتوا اللي حبايبي. اسم على مسمنا. تسلم يا حاج محمد وتقيل. ده انتوا اللي حبايبي، وانا مبسوطه قوي قوي ان انت كلمتني النهارده. وازاي صحتك؟ طمني عليك. انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ومتشكر جدا ان انتوا ما سبتونيش لما كنت عيان، وكنتوا بتسالوا كلكم، وقصة البرنامج كان بيسال كله، والناس الحلوه كلها، والحاجة عصمت وانت والاستاذ احمد وياسين. سلميني على ياسين. ان شاء الله تسلم يا حاج محمد، ان شاء الله تسلم. تعيشي تعيشي تعيشي. شكرا، وكل سنه وانت طيبه، وبتعملي النهارده بتغذيني وبتعملي فته بلحمه. مش انت عارفه ان انا اللحمه دي كنت فاكر شكلها، كنت زمان بجيبها وكنت بحبها. يا سلام لما تبقى شوربه كنت باكلها كلها، ولو تتعمل طاجن تدوب من سحرها. بس بدأت تسود دلالها وتزيد في سعرها. ضاني كندوز جملي مش فارق صنفها، وقالوا علي الفول بيحل محلها. مدرين عليا اما اشوفها واسمع اسمها لما اللي عيني منها واتصور جنبها. انا يا اخويا اوديها لك لحد عندك، وما بتشتاق لهاش قوي كده. انت فاكره يا غاليه. يا حاج محمد كل سنة وانت طيبة. وانت طيب وبخير. وكويس ان اول يوم كده نفطر فتة وحلو، يعني حاجة خفيفة وحاجة سريعة وتتعمل بسرعة، وما فيش المهرجان اللي هو بيبقى الناس الصيام، بيبقى الناس مش واخد يعني تعبانة. ده كان نادر عندي يا حاج محمد، وقلت اوفيه لما ارجع هعمل كده طاجن فتة كده. ايه يعني؟ ايه اهو يعني انت عارف ان غالية ستة على قدها، مش هقدر بقى اجيب عجلي واذبحه. قلت كيلو لحمة يسد. لا لا، هو يعني الصراحة احنا نستاهل الدبح، بس ايه اللي من النادر ويوفي؟ على رأيك ايه اللي من النادر ويوفي؟ هنرجع بقى لأمثال زمان. طبعا الأمثال طبعا، الواحد كل كلمة بمثل بتبقى حلوة الأمثال دي. طبعا يا حاج محمد طبعا. وزي السفير بتاعنا، معرفش هو يعني هيتصل ولا عارف الميعاد ولا ايه، مش عارف انا. خليها بسرك بقى وانا هقول لك هو هيبقى فين. والشريف عبد الله كويس. الحمد لله الراجل بيتصل بيا دايما، الشريف عبد الله. طبعا ده من احسن الناس، كل ما ينزل مصر يعدي عليا. والحمد لله انت نورتنا النهارده يا حاج محمد، وسلم لي على الحاجه منى وعلى كل حبايبك وعلى كل الناس اللي عندك. والله كلهم بيسلموا عليكي. تسلم لي يا حاج محمد، شرفتنا. يا رب دي من المحبه بين الناس، ورجع لنا كل حبايبنا. هنعمل الصلصه. في ناس تحتار ما بين تقول لك اطش الاول بالخل ولا بالطماطم. هي اساسها تطش الاول بالخل. اول ما فص الثوم كده يحمر في حته الزبده مع شويه الكزبره الناشفه، ادي الخل على طول، ترش الخل، وبعد كده تروحي حاطه الطماطم على طول، ومعاها معلقه صلصه لو امكن. حته زبده كده حلوه يا اختي. انزلي انت حالفه، ما تنزلي في الحله ده حالفه يا ست زينب. الو، ازيك يا ست غاليه؟ يا مرحبتين. يا مرحب ثلاثة وخمسة عليكي. تسلميلي، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليكي. علي وعليكي يا رب، ونورتي الدنيا يا ست غالية. تسلمي وتعيشي. والله كنا مفتقدين حلقاتك ووصفاتك وأكلك وزورك لينا على الشاشة. تسلمي يا ست الحبايب. والله نورتي يا ست غالية. ده نورك، ده كل سنة وانت طيبة وبخير، وكل حبايبك طيبين. يا رب احنا وانت يا رب يا ست غالية، والله العظيم مرة ثانية نورتينا ونورتي الشاشة. تسلمي، ده منورة بيكوا وبحسكوا الحلو. يا رب بينا وبيك يا رب يا ست غالية. والنهاردة هعمل لك بقى طاجن فتة، يا ريتك موجودة. يا سلام يا سلام، بموت فيها. ويا سلام بقى تبقى من ايدك أحلى كمان. تسلمي تسلمي. لو يعملوا يا أختي تلفزيون بريحة كنت شممتك ريحة الخل والثوم. يا ريت يا ريت. بس هو نفسك معروف يا ست غالية والله. إن شاء الله تجيني ضيفة هنا وتعملي كل اللي نفسك فيه. ان شاء الله يا ست غالية، ان شاء الله. مبروك على البرنامج. تسلمي، وباركي لي يا اختي على التلاجة الجديدة. مش جابوا لي تلاجة جديدة، التانية كلها الفار. مبروك على التلاجة، ومبروك على البرنامج، ومبروك لزورك لينا تاني، ومبروك لينا احنا هنشوفك تاني ووصفاتك تاني. تسلمي وتعيشي. وناخد منك بقى منك وصفات جديدة. كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة. وانت طيبة يا ست غالية يا رب. تسلمي يا ست الحبايب، مع ألف سلامة.
الثوم ما تسيبهوش يتحرق، يعني خليه مستكاوي كده، مستكاوي يعني يكون لونه ايه ذهبي، ما يتحرقش منك قوي. تنزلي بالخل وبعد كده الطماطم وتقفلي، حطي شوية ملح وفلفل صغيرين وتقفلي على كده، هيتطلع معاكي أحلى فتة زي الفل. كلها حاجات بسيطة وحاجات مش محتاجة ان انت تدربكي ولا تقولي ده شمال ولا يمين ولا أي حاجة. كده احنا هنقفل الفتة وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.